يعني تخيل حضرتك امبارح مباراه ريال مدريد وليفربول، الفار يحصل له حاجه، تخيل كميه التهزيق اللي هياخدها الاتحاد الاوروبي. الجول اللي جه ده، الجول اللي جه واللي حدد الحكايه دي كلها الفار، صح؟ كان هنعمل ايه؟ فيعني حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. النهارده تسريب خبر الصبح، دلوقتي احنا عارفين طبعا الموضوع قبل ما نخش على الهواء، ولكن بننتظر لغايه لما نشوف الموقف الرسمي للنادي الاهلي. تخيل حضرتك واخد تعليق حضراتكم في هذا الامر. الاهلي بيقول ان هو ما استلمش اي حاجه تفيد الكلام ده. لا بالنسبه للفار كمان، لا خلي بالك، بالنسبه للفار ده قد يكون تسريب. ولكن اشمعنا دلوقتي في اليوم اللي قبل المباراه؟ عشان لو لا قدر الله حصل حاجه بكره يقول لك ايه؟ احنا ما قلناش، احنا بنسبق. او لو حصل حاجه بقى في الفار وقال يبقى سبق وقال. استفزاز وتكتيف وبيخرجوك عن مسار الطبيعي اللي هو 90 دقيقه اللي انت هتنزل تلعبها في المباراه. كل ده لعبتنا عندها خبره وعندها مؤسسه الحقيقه كلها معاها في كل حاجه، بعدينهم خالص عن الكلام ده، واللعيبه مقدره كل الكلام كل الاتجاهات وكل الشواهد بعدم اعلان المباراه ان هي هتبقى موجوده فين، خصوصا قبل مش عارفين مين اللي هيوصل، مش عايزين يقولوا الماتش فين، بيقولوها اول ما الوداد كسب في 3-1 في انت بتتكلم عن الموضوع من اوله. الموضوع من اوله ما فيش بطوله في العالم ما بنلعبش كده في الدنيا. طب وليه ما بقيتش رايح جاي؟ يعني انا زي ما هي معموله طول عمرها، ليه قليل الطول دي ما تعملش؟ ولكن يا كابتن برضه معلش خلينا نروح للموضوع الاهم دلوقتي. ده موضوع بقى رسمي، ده موضوع رسمي، لانه النادي الاهلي اصدر بيان بيفيد هذا الموضوع. هو مين اللي قال ان انا حدي النادي الاهلي 10,000 تذكره؟ انا ولا حضرتك ولا كابتن اسامه ولا كابتن حاجه؟ اللجنه المنظمه. اللجنه المنظمه. خلاص انا دلوقتي حقي ان انا اروح اخد 10,000 تذكره. جيت اخد ال 10,000 تذكره، حضرتك اديتني 2500 تذكره وقلت لي يلا يا ابني. ده موضوع غريب. معلش انا باخد بياناتي من النادي الاهلي. حاولوا يا شباب تجيبوا لنا سياده سفير لو سمحتوا، سياده سفير ياسر عثمان، اعتقد ان هو هيحل لنا معضله كبيره في هذا الامر. انت لو تفتكر كمان كان سنه كام، 2017 2013، ما هاجموا على الاتوبيس عندنا ومنعونا من الدخول، وقعدنا ساعه بره في المباراه النهائيه برضه بنفس الشكل. ولا حد عمل لنا اي حاجه. ولا حد نظر في اي شكوى. فواضح من حكايه الترجي والوداد من سنتين كده او سنتين وشويه لما حصل لما الوقفه من اليوم ده يا اسلام، وكل حاجه عايزه بس مش كده مسار الوداد. مش انت اقصيت الوداد وكسبته على ارضه 2 وهنا 3 وراحت منهم في السنه دي، وده كان برضه هيتعمل في الوداد يومها لولا ان الاهلي والزمالك هم اللي وصلوا الفاينل ولعبناه في مصر. السنه اللي بعدها كايزر شيفز هم اللي كسبوا الوداد في مفاجاه، وكانوا استحاله كانوا فاكرين ان هم مش هيكسبوا كايزر شيفز، يعني يبقى كايزر شيفز كسبانه في ونلعب احنا النهائي برضه في الوداد. لا، ايه حكايه المغرب اللي احنا مصممين ان احنا نديها؟ فانت مش هتقدر تقول اي حاجه يا اسلام غير ان عندك 90 دقيقه بكره برجالتك بالضغط عليهم وهم مرعوبين منك. طبعا انا بقول لك بصراحه وده اللي بيحصل، ده معناه كده مرعوبين من النادي الاهلي. بيحاولوا بشتى الطرق ان هم يوصلوهم ويفصلوهم عن التركيز في المباراه.